انا جايه 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 انا هنا. اهلا بيكم، اهلا بينا، السلام عليكم، جمعه مباركه اولا لينا وليكم جميعا. معاكم ساندي. النهارده علشان يوم الجمعه فاحنا عندنا عاده في العيله ان كل يوم جمعه نعمل ايه؟ نعمل سي فود. علشان كده النهارده انا هوريكم هنعمل ايه النهارده في السي فود. بس خلي بالكم انا هعمله بمساعده الكبار علشان دي اول مره بالنسبه لي اعمله. ايه المكونات؟ بسيطه جدا. هنحتاج سلمون، هنحتاج شويه بصل وشويه خضره، وهنحتاج السي فود بتاع الشوربه، وهنحتاج جمبري، واخيرا هنحتاج اللبن سمك البوري. خليكم معايا وهقول لكم على كل الخطوات. نبدأ بالجمبري. الأول احنا بنحطه في المية، بنغسله يعني، وبعدين نحطه في الدقيق، ودلوقتي بنحمره بالطريقة دي. زي ما انتوا شايفين نحمره ونقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي الغامق شوية، بس طبعا بنحطه في الدقيق الأول. وهي هتبقى من برا مقرمشة، ودي طبعا طعمها حلو جدا، لكن من جوة هتبقى ناعمة. ناخد بقى السلمون نحط عليه زيت زيتون، دلوقتي نحط عليه شوية ملح، بعد الملح كمان شوية فلفل، نقطع البصل، وناخد الطماطم نقطع الطماطم للشكل ده زي ما انتوا شايفين، ونحط الطماطم مع البصل اللي احنا لسه مقطعينه. بعد ما حطيناه نحط عليه شوية عصير ليمون وشوية زيت زيتون. دلوقتي نحطه على الفويل كل ده، ونحطهم على بعض، نقفله في الفويل ونحطه في الفرن لمدة حوالي نص ساعة على درجة حرارة 230. دلوقتي بقى نعمل الشوربة بتاعتنا. نقطع البصل بالطريقة دي، بعدين نقطعها كده. البصل ده هنقطعه علشان هنستخدمه في الشوربة بعدين. قطعنا البصل بالطريقة دي، نجيب خمس تومات، خمس فصوص، نحطهم في الحاجة دي، مش عارفة اسمها ايه، بس هي اللي بتدق التوم، ونبدأ ندق فيه. ندق فيه كويس علشان احنا هنستخدمه في الشوربة. كم نقطة زيت؟ دلوقتي هنقلي البصل ونحط عليه. هنشوح البصل ده مع التوم زي ما انتوا شايفين، ونقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي. هنحط ايه الحاجات المأكولات البحرية اللي احنا هنعمل بيها الشوربة؟ احنا عندنا هنا كابوريا وفلفل البحر، وعندنا سبيل عارف، ممكن تكون البحارة شوية الكاميرا عمل مصبورة شوية، بس اكتر حاجه بحبها في السي فود اصلا الشوربه بتاعتها، بالذات النهارده اول مره اجربها. نشوف بقى طعمها ايه زي ايه. بنحطها لمده حوالي ربع ساعه وعلى نار متوسطه، بعدين نحط عليها شويه كرفس ونستنى الكريم او لبن كامل الدسم. هذا شويه تحميره، دلوقتي نحط عليه الكرفس شويه شويه. رص الزيت دي طعمه جميل جدا ومفيد على فكره، وصحي يعني. ممكن نقول نحط الرص بعدها بخمس دقايق يعني. على دلوقتي بقى نحط اللبن. اللبن خلي بالكوا لما بيبقى كامل الدسم بيبقى احسن. الكرفس اللي خلاص كده نحط عليهم شويه لبن كمان، يعني هي زي ما انتم حابين. انا بحبه لما يبقى سائل اكتر، عشان كده بحط ازود لبن كتير، اما في ناس ما بتحبوش سائل قوي، فيعني هي زي ما انتم حابين. بس خلاص كده نسيبه يغلي لمده 10 دقائق والشوربه بتاعتنا جاهزه. انا بصراحه شايفه ان الشوربه دي سهله في طريقه العمل و مفيدة جدا طبعا، وكمان الكرفس صحي جدا في مكافحة السرطان. انا جدتي على طول بتعلمني ان احنا نحط الملح والفلفل في الاخر. ليه؟ علشان ايه؟ دايما كل واحد يبقى حابب بطعم هو محتاجه، وبعدين في حاجات زي الفيليه وكده بتاخد الملح كتير جدا، بيبقى الملح فايه الاحسن احنا نحط فيه. انا هقلبه دلوقتي عشان انا ركزت في الفلفل والملح في مكان واحد، بس نسيبه نغلي لمدة 10 دقايق. طبعا الكرفس اللي
ودلوقتي خلاص وصلنا الاكل بتاعنا. دلوقتي بقى احلى جزء، والمامي دايما بتقولي لازم نهتم بالديكورات. زي ما انتم شايفين عاملين ديكورات كويسه، عاملين وردات وعاملين حركات كويسه. الشوربه بتاعتنا المفاجاه الكبيره، واو شكلها جميل جدا. دلوقتي ناخد شويه، زي شايفين انا زي ما قلت لكم خليتها سايله شويه عشان انا بحبها سايله. بس السمك مفيد جدا على فكره للصحه، بس السمك مفيد جدا وصحي لينا كلنا ولكل الاعمار. فايه هقول لكم على السريع، السمك البوري ده انا ما صورتوش وانا بجهزه علشان هو نفس طريقه الجمبري، بنحطه في الدقيق ونحمره عادي جدا، زي ممكن تقولوا زي البطاطس يعني، هي سهله جدا. يعني ممكن نقول لازم نحمد ربنا على كل حاجة عندنا ونقول ما شاء الله والحمد لله على كل حاجة عندنا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ طريقة التقديم، احسن طريقة نحط جنبها الطحينة والدبس الرمان. دبس الرمان دي طريقة اذرية شوية وتركية، احنا بناكلها هناك بالطريقة دي علشان هو بيبقى جنب السمك بيدي طعم كويس. وطبعا اهم حاجة السلطة والباذنجان والحاجات دي كلها. ابقوا امنين واتفرجوا على الفيديوهات اللي عندي. ودلوقتي اللحظة الحاسمة، بون ابيتي ليا ولعيلتي. نطلب رزقنا كلنا من ربنا، انتوا كمان اطلبوا رزقكم من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذوق بقى الشوربه، بما انها اول مره اعملها، وكمان انا اصلا اكتر اكله مفضله فيا ليا في السي فود هي الشوربه. الشوربه كمان مفيده ليا علشان السمك اللي جواه بيعمل على تعزيز نمو وعمل الدماغ والخلايا العصبيه. طعمها جميل قوي قوي، صحه القلب والوقايه شويه، بس طعمها حلو قوي قوي. والوقايه من السمك والسي فود عامه صحي جدا ومفيد. انصحكم كلكم تحاولوا تاكلوا سمك على قد ما تقدروا علشان هو مفيد وكويس للصحه. ابقوا امنين، ابقوا مع الله. كان معاكم النهارده ساندي، باي.